نقطة أخرى مشاهدينا الكرام من داخل هذه الرحلة، وتحديدا لسه بنكمل من وادي النطرون ومن أحد أهم أديرة وادي النطرون دير الأنبا بشوي. طبعا هو من أكبر أو يعتبر من أهم وأكبر الأديرة هنا في وادي النطرون، وعموما وادي النطرون الحقيقة يعني نقدر نقول إن هي من أهم نقاط في مسار هذه العائلة، العائلة المقدسة. أبونا أنا برحب بحضرتك وبشكرك على الاستضافة. أهلا وسهلا بكم في دير القديس العظيم الأنبا بشوي في وادي النطرون. المكان نور، وأهلا وسهلا بكم في أي وقت. شكرا لحضرتك. أنا يحفز على حضرتك. الله يخليك. إفندم، قبل ما أتكلم مع حضرتك عن أهمية وادي النطرون في مسار الرحلة، دير الأنبا بشوي بيمثل ايه من أهمية هنا في وادي النطرون، وكمان طبعا كنقطة هامة على مسار رحلة العائلة المقدسة؟ دير الأنبا بشوي يعتبر من الأديرة الهامة جدا، ويعتبر أشهر دير في مصر وفي العالم كله. تم تأسيسه في القرن الرابع وبالتحديد في سنة 395، والذي أسسه هو القديس العظيم الأنبا بشوي اللي هو تلميذ القديس مكاريوس، اللي هو كان الأب الروحي أو يعني رئيس الرهبانة هنا في وادي النطرون. ويعتبر دير الأنبا بشوي نقطة هامة جدا، لأنه طبعا تخرج منه ثلاثة بطاركة، البابا غابريال الثامن والبابا مكاريوس الثالث وأيضا البابا تودروس الثاني أطال الله حياته. وفي هذا الدير أيضا مدفون فيه قداسة البابا شنودة الثالث نيح الله نفسه. دير الأنبا بشوي زي ما حضراتكم كده شايفين هو قابع في قلب الصحراء الغربية أو في صحراء وادي النطرون. طبعا هو الدير تأسس زي ما قلت لحضرتك في القرن الرابع، والدير مر بكذا مرحلة من مراحل التعمير. وبالمناسبة دي يعني الدولة طبعا كان لها دور أساسي جدا جدا في ان هم يحيوا مسار العائلة المقدسة. خليني أسألك يا ابونا، احنا هنا الدير تقريبا انا قريت انه في اكتر من ثلاث كنايس. الدير في كنيسة الأنبا بشوي الأثرية، في كنيسة السيدة العذراء، في كنيسة الملاك، في كنيسة ماكسيموس ودوماديوس، في كنيسة السيدة العذراء. والجدير بالذكر ان كنيسة الأنبا بشوي تحتوي على ثلاثة كنايس. خليني أسأل حضرتك، اي نقطة تحديدا او هل بتقدروا تحددوا أي نقاط تحديدا جوه الدير كانوا أو العائلة المقدسة عدت من عليهم من عندهم؟ التاريخ بيقول اللي هو الأنبا زخرياس أسقف سخا في القرن الـ12 بيقول إن العائلة المقدسة زارت وادي النطرون كلها، يعني دشنت الأربع أركان بتاعة وادي النطرون. والسيد المسيح وعد إن هذا المكان هيكون فيه ناس تتعبد ليه، وحيكون في أماكن دينية ومقدسة. طب لو تسمح لنا يا أبونا نروح موقع آخر ونكمل كلامنا هنا عن أهمية الدير. تفضل. شكرا جزيلا. تفضل. برحب من جديد بحضراتكم من كنيسة الأنبا بشوي من داخل دير الأنبا بشوي. أبونا كلمنا، احنا فين هنا؟ احنا دلوقتي في كنيسة الأنبا بشوي الأثرية، وبالتحديد قدام جثمان القديس العظيم الأنبا بشوي. اتكلمنا عن الأنبا بشوي وأهمية المكان، وطبعا لما له من ثقل وأهمية فيما يتعلق بالدير وتكوين الدير في وادي نطرون ومصر. بشوي كلمة يونانية تعني السامي أو المرتفع. بشوي اتولد سنة 320 ميلاديا في قرية اسمها شنتنا الحجر، وهي قرية تابعة لمركز محافظة المنوفية على بعد حوالي 90 كيلومتر من هذا المكان. عند سن 20 سنة وبالتحديد سنة 340 الأنبا بشوي صار راهبا وتتلمذ على يد القديس بموا. وقعد مع القديس بموا حوالي في حياة التلمذة 36 سنة. يعني من سنة 340 لسنة 376. بعد كده الأنبا بموا تنيح، وتنيح يعني توفى. احنا بنقوله يعني في المسيحية تنيح يعني استريح او توفى. سنة 376 الأنبا بشوي انعزل وسكن في المغارة الموجودة دلوقتي في دير السريان. في الوقت ده دير السريان ما كانش لسه نشأ او اتبنى. دير السريان هنا في وادي النطرون بالقرب من دير الأنبا بشوي. او ملاصق لدير الأنبا بشوي. يعني يمكن مش مصريين كتير عندهم تفاصيل عن مسألة الرهبنة.
بتبتدوا امتى في هذا المسار او هذه الرحله؟ طبعا الرهبنه دي لها شروط. يعني مش اي حد يقول انا عايز اترهبن يروح يرهبنه على طول. طبعا في شروط معينه. اول حاجه لازم يكون شخص متعلم. ثانيًا لازم يكون ادى الخدمه العسكريه او عفي منها. ثالثا لازم يكون حسن السير والسلوك. رابعا لازم يكون مشهود لي بالتقوى، يعني لا. شخص مشهود لي بالتقوى. بعد كده طبعا زي ما حضرتك شايفه يبتدي ينتظم في حياه الدير، وكل واحد هنا في الدير بيكون ليه لازم ليه صلواته ولازم ليه تسبيحته وتاملاته وقراءاته وليه شغله. نعم. او ليه خدمته، اللي بيخدم لو كان اب طبيب يخدم في العياده، اب صيدلي يخدم في الصيدليه، اب مسؤول عن الزيارات، يعني الى اخره. كل منا له خدمته. انا يعني بشكر حضرتك على الاستضافه هنا، ولو تسمح لي نطلع فوق. حضرتك قلت لي في نقطه هنا في الدير بتشوف وادي نطرون كله. ده كلام مظبوط. اتفضل حضرتك. اشكرك. اتفضل. احنا تقريبا في اعلى نقطه في الدير. يعني احنا شايفين حوالينا كل الاديره تقريبا اللي في وادي نطرون. لا مش كل الاديره طبعا، احنا 2 أو 3 منهم. احنا شايفين بعضهم، يعني بنشوف هنا دير السريان وبنشوف من هنا دير البراموس، بس بيكون صغير جدا. يعني او البراموس ابعد واحد قالوا لي على بعد 8 كيلو من دير انبا بشو تقريبا. بالظبط، بس ابو مقار ابعد شويه منه. خليني أسأل حضرتك في نقطة تانية متعلقة بمسار العيلة، أرجع بيك لهذه النقطة. هل كان في ناس بتسكن وادي نطرون وقت رحلة العائلة المقدسة إلى هذه النقطة تحديداً؟ هل كان في شكل استقبال ليهم إحنا على علم بيه؟ ما العائلة المقدسة جات هنا، جات طبعاً ما لقيتش أي تجمع سكاني أو أي مظهر من مظاهر الاستقبال. أنا بشكر حضرتك على الاستضافة، والحقيقة إن إحنا لسه رحلتنا مكملة في أديرة وادي نطرون في نقطة من نقاط هذا المسار المقدس، مسار أو رحلة العائلة المقدسة. بشكرك يا أبونا على الاستضافة. شكرا جزيلا، ربنا يحافظ عليكم وشرفت المكان. أشكرك.